رح وصل ميسون لجوا. تعي معي. إذا أمير بيضل هون شغلي ما رح يزبط أبداً. ميسون ما رح تقدر تساوي شي، هيك رح تفشل كل خططي. هلأ أنا أكيد لازم ساوي شي. عادي كيتكي، كيتكي وينك؟ ميسون شو القصة؟ ايه بنتي، ميسون المسكينة حرام فكشت رجلها اليوم. هي كانت رايحة على بيت أهلها، ووقت وصلوا لهونيك ما لقوا حدا بالبيت نهائياً، لهيك أنا جبتهم لهون معي. نحنا لازم نهتم فيها لحتى تطيب رجلها، صح جوري؟ يلي عملته صح ما؟ جوري بنتي، أمير ما كان بده يجيب ميسون على بيتنا، بس أنا يلي جبرته ها، وقلت له إنه كنتي جوري ما رح تتضايق من هالشي بنوب، صح؟ جوري أنا آسف، أنا جبتها لهون لأنه أمي وأبي مسافرين، وهلا ما في أي حدا بالبيت يهتم فيها، وخالتي أصرت إني جيبها. مع هيك إذا عندك مانع من روح من هون دغري. لا لا أمير، إذا أنت وميسون بتضلوا عنا أنا ما رح مانع أبدا. أهلا وسهلا فيكم أنتوا الاثنين بهذا البيت. صحيح، أنت تفضل ارتاح وأنا رح أجيب عصير بارد فورا. جاكديش، ورجي غرفة الضيوف لأمير. ما بطول. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.